فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. عمليات تصحيح الإبصار تحتاج إلى ليزر دقيق جدا، هو الليزر الإكزايمر ليزر، وهو يعمل على تغيير شكل القرنية بحيث يسقط الضوء المنعكس من القرنية على الشبكية مباشرة. كيف تعمل هذه العملية؟ هذا الجهاز هو الذي يقوم بعملية تغيير شكل القرنية إلى الشكل المطلوب بحيث ينتهي موضوع قصر النظر أو الانحراف أو حتى بعد النظر. كل هذه التغييرات تقوم بشكل دقيق بجهاز كما ذكر عملية الإكزايمر ليزر، واللي هو يغير شكل تحدب القرنية أو الانحراف كما هو مطلوب. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.